أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن نسبة الإنجاز بمشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي مدينة حمد قد بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالحواجز الخرسانية الفاصلة بين اتجاهي الحركة المرورية 85%. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة هدى فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك. هل تحدثين عن مشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي والجهود طبعا المبذولة في هذا الصدد؟ مساء الخير عليكم جميعا. طبعا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم حاليا بأعمال إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي في مدينة حمد. المشروع يعتبر أحد المشاريع التطويرية والهامة على شبكة الطرق بمملكة البحرين، حيث أن المشروع يخدم أهالي منطقة اللوزي ودمستان وكرزكان ومدينة حمد والمالجية. المشروع يتضمن ربط شبكة تصريف مياه الأمطار لمشروع اللوزي الإسكاني مع الشبكة الجديدة التي يتم إنشائها على الشارع ضمن هذا المشروع، وبالتالي تخفيف مشكلة تجمع مياه الأمطار بمشروع اللوزي الإسكاني. كما يتضمن المشروع رفع الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وتركيب أعمدة الإنارة وأيضا تمديد خط المياه المعالجة. يبلغ طول المشروع 4.8 كيلومتر بمسارين في كل اتجاه من شارع زيد بن عميرة حتى شارع رقم 3، وإنشاء 3 مسارات في كل اتجاه من شارع رقم 3 حتى شارع رقم 26، مع تطوير كافة التقاطعات واستحداث 4 إشارات ضوئية لرفع كفاءة التقاطعات وتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السلامة المرورية عليها، بالإضافة إلى إنشاء محطات النقل العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. تبلغ تكلفة المشروع 5,196,000 دينار، وبمنحة كريمة من الصندوق السعودي للتنمية. نعم. بلغت نسبة الإنجاز في المشروع مثل ما أنت ذكرتي حوالي 57%، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام الحالي. نعم. المهندسة هدى فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.